بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة المواطنون في كل أرجاء حضرموت، أحييكم وأتحدث إليكم في هذه اللحظات التي تمر بها حضرموت، وهي لحظات بدون شك تستحق مننا أن نتحدث إليكم كي نضعكم في الصورة حول بعض الحوادث التي ظهرت، وظهور لمصاب واحد فيروس كورونا في مدينة الشحر. مساء أمس تم التحقق من هذه الإصابة، وعند التحقق بعد إجراء 3 فحوصات متتالية وأثبتت حقيقة أن هذا الشخص مصاب، اتخذنا إجراءات سريعة بهدف حماية المواطنين في كل أرجاء حضرموت، وبالأخص إجراءات دقيقة وسريعة جدا في مدينة الشحر. هذه الإجراءات الحمد لله تمشي بشكل منتظم، ويجري تطويرها الآن بصورة منتظمة أيضا، والحمد لله كل الأعمال والإجراءات التي قمنا بها سابقا كانت عونا لنا، وكانت سببا أساسيا في التحرك السريع للأطقم الصحية وللأجهزة الأمنية والعسكرية عندما تم الإبلاغ وإثبات هذا الحدث. ولذلك نعود ونقول أن كل العمل، أي عمل مسبقا، هو لمصلحة حماية المواطنين، وكل الإجراءات التي اعتملت في السابق كانت تهدف إلى هذه اللحظة، لحظة ظهور أي حادث لا سمح الله أو أي سبب أو أي ظاهرة لفيروس معين في منطقة معينة، فتكون الناس متدربة وتكون الناس جاهزة. مستوى تدريب الأطقم الطبية، مستوى تدريب الأجهزة الأمنية، مستوى تعامل المواطنين كان رائعا برضو أمس، لأنه تم التدريب في السابق على إجراء عملية حظر تجوال وكانت ناجحة جدا. ما هو مطلوب منا في هذه الظروف الآن وبعد أن ثبتت هذه الحالة هو محاصرة هذا الوضع، حاصرت هذا الوباء في نقطة صغيرة جدا، يجب أن نحاصره في نقطة صغيرة جدا. اتخذنا إجراءات سريعة لمحاصرته بطبيعة الحال، أغلقنا مدينة الشحر بشكل عام، أغلقنا الأحياء كلها، أغلقنا حي الميناء والميناء نفسها، وقمنا بمحاصرة الناس في هذا الموقع، وألزمنا الناس بأن يذهبوا إلى بيوتهم بصورة عاجلة مساء أمس. تبع ذلك عملية إجراء الفحوصات للشخص الذي أصيب ونقل للمستشفى، وأريد أن أبلغكم أنه متابعة لحالته الصحية إلى حد الآن حالته مستقرة، ونسأل الله له الصحة والسلامة والعافية. بالنسبة للأشخاص الذين نتوقع أنهم قد يكونوا يعني عرضة لهذه الإصابة من خلال نقل هذا الفيروس إليهم، هم أسرة المريض والأشخاص الذين كانوا يتعاملون أو قريبين أو واجهوا هذا الشخص خلال الأيام الأخيرة، على الأقل خلال أسبوع أو 10 أيام. كلفنا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والأجهزة الصحية والأطقم الصحية بإحصاء وحصر هؤلاء الأشخاص. عزلنا أسرة المريض في بيتها وتم إجراء الفحوصات الأولية لها، قمنا بإحصاء هؤلاء الأشخاص الذين كنا نتوقع أنهم قابلوا المريض خلال الفترة الأخيرة، ويجري عملية الحجر لهم وتجري الفحوصات الطبية لهم. هذا إجراء كامل، ونتمنى أننا وصلنا لجميع الأشخاص الذين هو قابلهم خلال أسبوع أو أكثر من أسبوع خلال الفترة الأخيرة، ونريد من المواطنين يتعاونوا في هذا المجال. كل مواطن يعتقد أنه كان قريب من هذا الشخص، أو كل مواطن يعتقد أنه قابل هذا الشخص، أرجو أن يذهب إلى المواقع الصحية، إلى الفرق الصحية، ويقدم نفسه من أجل سلامته كي تجري له عملية الفحص بسرعة، وهذا سيساعد المواطنين وسيساعد عملية تطويق هذا الوباء في نقطة صغيرة. نحن متأكدين أننا في هذا الظرف العصيب، نحن الآن نواجه ظرف عصيب، متأكدين أن أهم سلاح لنا في مواجهة هذا الظروف هو الالتئام والتعاون والتعاضد والوئام ومساعدة بعضنا البعض. ساعدوا بعضكم بعض أيها المواطنين في مختلف المجالات، ساعدوا جيرانكم، ساعدوا أشقاكم، ساعدوا زملائكم، ساعدوا أصحابكم، ساعدوا الجميع، من يستطيع أن يساعد أن يساعد.
شدوا من بعضكم البعض، ارفعوا من معنويات بعضكم البعض، فالمسألة مسألة قدرة إلهية إن شاء الله. ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتدخل ويساعدنا بإذن الله، ادعوا إلى الله أن يجنبنا، ادعوا الله أن ينصرنا على هذا الوباء، وبالتالي فالنصر سيكون حليفنا بدون شك. أحب أن أقول لكم أنه في وسيلة إعلام كبيرة يعني دولية لو تتابعون أشارت إلى شجاعة حضرموت، يعني إلى شجاعة أهل حضرموت في الإعلان عن هذه الإصابة، وكان يمكن أن تسكت ولا حد يدري بشيء، لكن نحن مش من هذا الفصيل، نحن نريد أن نقول الحقيقة لمواطنينا، نريد أن نقول الحقيقة للعالم، ونريد أن نقول الحقيقة أيضا لقيادتنا، لذلك تم الإعلان عنها، ولو حتى ربع إصابة سنعلن عنها. كيف تمت هذه الإصابة؟ بطبيعة الحال مجرد تخمين، لأن الموقع كان في الميناء، هي بطبيعة الحال تمت عن طريق البحر، يعني قد يكون هناك عنصر خارجي نقل هذا الفيروس عن طريق البحر، ما هو مطلوب في هذه الظروف الصعبة وهذه الظروف العصيبة التي نمر بها العالم والبشرية جميعا، هو التعاضد والتعاون وعدم الارتهان إلى الإشاعات وعدم الارتهان إلى اليأس. لن نرتهن لليأس، لقد واجهنا صعوبات أصعب من هذه الصعوبات، واجهنا صعوبات مع الإرهاب، واجهنا مواجهات مع عناصر الإرهاب ومع صعوبات أخرى، وسنواجه بإذن الله هذه الصعوبة وسنخرج منها منتصرين. سنخرج منها منتصرين إذا كنا متماسكين ومتعاضدين ومتعاونين. فلذلك أنا أدعوكم باستمرار بأن تتفاهموا الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والأجهزة الطبية، أن تتفهموها وأن تنفذوها بحذافيرها. عملية بقائكم في البيوت ليس عبثا، عملية بقائكم في البيوت هي المنقذ الوحيد لكم ولسلامتكم ولأهلكم ولأولادكم. فالمدن التي سنعلن فيها حظر التجوال يجب أن ينفذ فيها حظر التجوال 100%، وهو حظر تجوال بدأنا بمدينة شحر مسبقا من الصباح اليوم الساعة 8 إلى بكرة الساعة 6، ومن ليلة المغرب الساعة 6 إلى الساعة 6 صباحا من كل يوم، وبصورة مستمرة سيتم حظر التجوال في جميع قرى ومدن حضرموت بشكل عام. هذه الخطة هي الوحيدة التي ستأمن لنا سلامة أكبر عدد من المواطنين. هذه الأمور أرجو أن تفهموها. نسأل المولى أن تكون هذه الحالة هي حالة واحدة ويتم حصرتها بإذن الله إذا ما انتقل إلى آخرين، وننتقل إلى آخرين نفس الشيء سنتمكن بإذن الله من محاصرة هذه المجموعة الصغيرة. لذلك الإجراءات ستكون سريعة. طلبنا معونات وتقديم العون من مختلف الدول ومن قيادة الشرعية. فخامة الرئيس وقبل لحظات كان فخامة الرئيس على اتصال معنا، دولة رئيس الوزراء أيضا كان على اتصال، وصباح هذا اليوم كان نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخمشي أيضا على اتصال. كلهم اطمأنوا على صحة المواطنين ووجهوا بسرعة تقديم العون والمساعدة، وأعلنوا تضامنهم معنا، وهذا شيء رائع وشيء جميل جدا، يزيد يعطينا حافز للعمل، يعطينا حافز التصدي لهذا الفيروس الخبيث الذي يصاب به المواطنين. الشيء الآخر هو ما أريد التأكيد عليه، أن كثير من الناس يجتهدوا في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، في المواقع، في أي شيء، ويكتبون أحيانا كلام ليس صحيح، كلام ليس دقيق لمجرد أن يكتب. ليس يا أخي هذا الوقت هو الوقت المناسب لمجرد أن تكتب، ليس هذا الوقت هو الوقت المناسب بأن تحط من معنويات الناس. هذا الوقت هو وقت شد الهمم، وقت رفع معنويات المواطنين جميعا، وقت رفع معنويات الأجهزة العسكرية والأمنية، وأيضا رفع وقت معنويات الأجهزة الطبية والمواطنين جميعا. فلا مجال للحديث عن أن هناك في تقصير، ولا مجال للحديث هناك عن أن في ظواهر. بعض أحيانا واحد يلتقط صورة، وأنا أستغرب هذا الصورة كيف تلتقطها يا أخي، ويتأثر تأثيرا كبيرا على معنوية الجنود وعلى معنوية الطب الصحية، ويشير هذا الوضع شوفوه الموجود بهذا الشكل. ليس هذا العمل الصحفي الوطني الصحيح، هذا يهدم أوطان ولا يبني أوطان. لذلك أنا حبيت أن أوجه بهذه الطريقة، وكل وسائل الإعلام نريد أن تصل إليها الحقيقة، نريد أن تصل إليها الحقيقة من مصدر واحد لديه كل المعلومات، وهو المصدر الطبي المصدر الصحي. فوكيل الوزارة، وكيل وزارة الصحة، مدير مكتب الخدمات الطبية في محافظة حضرموت الدكتور رياض الجريري هو الشخص المخول بإجراء التصريحات، وأنا أوكلت له اليوم هذه المهمة بشكل صريح، ويوميا سيعلن عن ما تم عمله خلال اليوم، وسيبلغكم بكل المعلومات بصورة دقيقة
تقريبا اتفقنا على الساعة 7 من مساء كل يوم، أو ممكن أن يقدم أو يأخر، الزمن متروك له. تواصلوا مع الدكتور الجريري وسائل الإعلام لكي تعرفوا المكان المناسب الذي سيتحدث منه. هذه الأمور مجتمعة، وبإذن الله نحن من وقت لآخر عندما توجد لدينا أي معلومية سنطل عليكم لإبلاغكم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.